مرحبا، بحب أعرفكم على طوكيو، نوعها فشر. طبعا طوكيو لقيناها عنا بالشباك، ما بعرف من وين هاربة، فإحنا جبناها ويعني احتفظنا فيها. يا مزعج. طبعا هي أكتر عصفور أو أكتر ببغاء مزعج في الوجود، ما تتخيلوا قديش صوتها جدا عالي وجدا مرتفع. ما إلك يوم بالقفص، يوم يوم بس، شوف الدنيا كيف مش مخلي وسخ اللي حاطه. شو العالم هاي؟ بعدين معك، بعدين معك انت. هذا الاشي راح يهبلنا حاليا، وقريبا جوليا بس تكبر راح تنهبل. نص خور اشي، شو نخلي اشي نفضي هاي. طبعا طبعا طوكيو ما قدرنا انه نخليها عنا، لانه الصراحة كانت تصحى من بعد الفجر بشوي وتجنن الدنيا بصوتها، كان جدا عالي، وجوليا كانت دايما تصحى يعني بسببها، فاضطرينا انه نشوف أشخاص يعني ياخدوها، وأخدوها. هلأ هي مبسوطة عندهم، يعني مرتاحة أكتر من المكان اللي هي كانت فيه. والله أنه اشتقنا لها الصراحة كثير، كانت عاملة جو في البيت، لها وحشة الصراحة. وهي أكاونتاتنا على تويتر، انستغرام، وتيك توك، لا تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وكومنت بالأشياء اللي بتحبوا نعملها الأيام الجاي. والسلام.